أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى تحديدا حائل والقصيم وأيضا مرتفعات المدينة المنورة. انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية وهطل زخات متفرقة من الأمطار، في حين سادت أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار في المنطقة الشمالية، مائلة للبرودة خلال ساعات الليل بسبب تأثر المنطقة الشمالية بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد. توقعات جوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا مع 27 درجة مئوية المحسوسة 26 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس صافي 34 إلى 22 درجة مئوية، عرعر 35 إلى 22 درجة مئوية، أما تبوك طقس صافي 35 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 28 درجة مئوية، جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة 41 إلى 28، والطائف فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع 32 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 20، أبها فرصة لزخات من الأمطار 29 إلى 19، وجازان 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 42 إلى 29 درجة مئوية، حفر الباطن فرصة لزخات من الأمطار 45 إلى 30 درجة مئوية، والإحساء 46 إلى 29 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس حار 43 إلى 29 درجة مئوية، بريدة فرصة لزخات من الأمطار 42 إلى 29، وأخيرا حائل 38 إلى 22 درجة مع طقس حار بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.